أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم في مضيفة مولانا الحبيب إسماعيل صادق العدوي، دعانا الله بحبه وبعلمه للدارين في هذا المجلس المبارك من مجالس قراءة كتاب غاية الوصول شرح رب الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل عام وحضراتكم بخير. في آخر لقاء لنا قبل إجازة العيد كنا قد توقفنا عند الحديث عن المنطوق والمفهوم في صفحة 36 في منتصف في الثلث الأخير من الصفحة عند قول المصنف ودلالته أي اللفظ على معناه مطابقة. كان في الجزء السابق المصنف تعرض لمعنى كلمة منطوق وقال إنه هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، وتكلم عن أقسام هذا اللفظ ما بين التقسيم إلى المفرد والمركب. في هذه الجزئية يبدأ يتكلم عن أقسام دلالة اللفظ على المعنى من حيث المطابقة للمعنى أو التضمن لبعض أفراد المعنى. يقول المصنف رحمه الله ودلالته اللي هي في صفحة 36 الثلث الأخير من 4 6 8 السطر التاسع من أسفل في منتصف السطر قوله رحمه الله ودلالته أي اللفظ على معناه مطابقة، يعني دلالة اللفظ على تمام المعنى على جميع الأفراد التي ينطبق عليها تسمى مطابقة. هو قال وتسمى دلالة مطابقة. لماذا؟ قال لمطابقة أي موافقة الدال المدلول، يعني موافقة اللفظ للمعنى المقصود موافقة تامة. قال وعلى جزئه أي جزء معناه تضمن، وتسمى دلالة تضمن لتضمن المعنى لجزء المدلول. وعلى لازمه أي لازم معناه الذهني سواء ألزمه في الخارج أيضا أم لا التزام، وتسمى دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول. يديني مثال للدلالات الثلاثة وإحنا نعطي مثال توضيحي. يقول كدلالة الإنسان لفظ إنسان ده منطوق، هذا اللفظ ما معناه في الحقيقة؟ قال كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. لما أجي عرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق طابق اللفظ المعنى مطابقة تامة. فما هو الإنسان؟ كائن حي مفكر، الولد حيوان ناطق. حيوان ناطق تعريف تام المعنى للإنسان، فطابق لفظ الإنسان المعنى المقصود. ده قال كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول أي في دلالة المطابقة، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني هي دلالة التضمن. لما أقول لك ما هو الإنسان تقول هو الحيوان أحد جزئين مكون لتعريف الإنسان. الإنسان عند المناطقة مكون من جزئين، حيوان كائن حي، ناطق يعني مفكر. فما هو الإنسان؟ هو المركب من هذين الجزئين. فلو أنك عرفت الإنسان بالجزئين معا فيكون قد عرفت اللفظ بتمام معناه. طيب اللي هو الأول المطابقة. ولو قلت على الإنسان إنه الحيوان فقط أو الناطق فقط فتكون قد عرفته بأحد أجزاء معناه، أحد الأجزاء داخل في التعريف متضمن في التعريف. لما قلت الحيوان الناطق ده جزئين، لو قلت الحيوان فقط الحيوان أحد الأجزاء، لو قلت الناطق فقط الناطق أحد الأجزاء. فهذا التعريف بأحد الأجزاء تعريف بما تضمنه اللفظ فتسمى دلالة تضمن. طيب ولو قال وعلى قابل العلم في الثالث، قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا،
قابل العلم يعني كون هذا الحيوان المفكر عنده قابلية لأن يتعلم، وزي القابل للكتابة عنده قابلية أن يتعلم الكتابة. هل أنا إذا قلت الإنسان هو الذي يقبل أن يكون كاتبا أو يمكن أن يكون عالما، هل هذا من مكونات حقيقة الإنسان؟ ده حاجة لازم يلزم من كونه حيوان أي كائن حي مفكر أنه عنده قابلية لأن يكون متعلما، عنده قابلية لأن يكون كاتبا. دي حاجة اسمها لزوم ذهني، يعني يلزم من كونه مفكرا كونه صالحا للتعلم، قابل للتعلم، قابل للكتابة. هذا اللزوم ارتباط ذهني، هذا اللزوم ارتباط ايه؟ فبيسموها دلالة من باب اللزوم، من باب الالتزام. أنا أعطيك مثال آخر توضيحي جدا يتضمن الدلالات الثلاث من كلمة واحدة. لو أني مثلا أشيت في الطريق مع بعض أصحابي فقلت لهم إيه؟ هل ترون هذا البناء الذي أمامكم؟ هذه العمارة، كلمة عمارة، وأشرت إلى مبنى متعدد طوابق جميل في البناء ولا يقتلهم. أنا أمتلك هذه العمارة، أمتلك هذه العمارة. كلمة عمارة على ما تطلق في هذه الجملة؟ تنطبق على البناء المكون من الأرض والأدوار المتعددة بكل مشتملاته. فلما أقول أنا أمتلك هذه العمارة وأشير إلى هذا البناء، فكلمة عمارة طابقت المعنى المقصود الذي أريده، هو المبنى بكماله لجميع أجزائه ومكوناته. أصبح ده مطابقة اللفظ لتمام معناه. طب لو أنا قلت مثلا، لو حد سألني أين تسكن الدكتور؟ لك أسكن في هذه العمارة، والعمارة مكونة من 10 أدوار مثلا، هل أنا أسكن في 10 أدوار؟ أين أسكن؟ في شقة من هذه الشقق التي تتكون من العمارة، أحد أفراد مكونات العمارة شقة من الشقق، العمارة فيها 20 شقة، أنا أسكن في شقة واحدة. فلما تقول لي أين تسكن؟ لك في هذه العمارة. هذه العمارة اللفظ لم ينطبق على تمام المعنى البناء بجميع أدواره، وإنما على جزء من المعنى وهي شقة من الأفراد. طيب يبقى هنا المعنى أو اللفظ لم يطابق تمام المعنى وإنما تضمن أحد أفراد المعنى، تسمى دلالة تضمن. فإن كان اللفظ لجميع الأفراد شمل جميع الأفراد سمي مطابقة، إن كان لبعض الأفراد سمي تضمنا. لو أننا نظرنا إلى، تعرف في بعض الأبنية السكنية جميلة جدا في إنشائها، ديكورات وزخارف، ما أجمل هذه العمارة. هل أنا لما أقول ما أجمل هذه العمارة ينصرف ذهني إلى أرض وبناء مكون من طوابق أو إلى شقة وعدد شقق، ولا ينصرف ذهني إلى جمال المنظر الذي يوحي أن هناك مهندس تصميم معماري قام بهذه الأشياء الجميلة؟ يلزم من استحسان هيئة العمارة انصراف الذهن إلى من قام بهذا الأمر. يبقى السؤال الطبيعي يبقى هذا ما تقول لي والله ده المهندس اللي عملها ممتاز، انت صرف ذهنك تماما لمن قام بهذا ايه؟ الديكور الجميل، مهندس الديكور او المعمار اللي قام بهذا البناء. هذا الارتباط الذهني بين ما اجمل هذه العماره وبين من قام بهذه الانشاءات يسمى دلاله التزام، اي التزام ذهنك ينتقل من هذا اللفظ الى هذا المعنى. فاللفظ من حيث مطابقته للمعنى من حيث دلالته على أفراده إما أن يدل عليه بتمام كماله فيسمى مطابقة، أو يدل على بعض أفراده فيسمى تضمنا، أو يدل على شيء لازم مرتبط به فيسمى دلالة التزام. يقول الشيخ رحمه الله في تمثيله لهذه الدلالات الثلاث: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول اللي شرحناها، يعني دلالة المطابقة، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني ودلالة التضمن، وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا اللي هي دلالة الالتزام. هما بيقولوا إن دلالة الالتزام عبارة عن التزام ذهني، يعني في أمور الذهن بيرتبط بها وينتقل إليها. بس هذا الالتزام أو هذا الارتباط الذهني قد يكون ذهنيا فقط، وقد يكون خارجيا فقط،
وقد يكون داخليا وخارجيا، يعني ذهني وخارجي. وفي دور امثله تطبيقيه مثلا بيقول ايه، يعني لما اقول الانسان قابل للكتابه، تعريف الانسان بانه قابل للكتابه او بانه قابل للعلم، قال لك ده ارتباط ذهني، له ارتباط في الذهن، يعني ذهن انا يرتبط بها، وله واقع خارجي. كل الانسان يبدا يكتب، كونه يحضر مجالس العلم، كونه يبدا يعمل عقله ويستجيب للمعلومات، هذا واقع خارجي، مع انه انتقال ذهني من كلمه انسان الى كونه متعلما او كاتبا. يعني ايه؟ يعني في لزوم ذهني ولزوم خارجي. طب لو انا جيت عرفت الغراب بالاسود، الغراب بالاسود مش تصور ذهني فقط، مش تصور ذهني، ده تصور خارجي، لانه راي بيرى راي العين. فلما تعرف الغراب بانه اسود، ده لزوم خارجي لانه مرئي، شيء الغراب بيدخله مش اسود، الغراب شكلا بس من حيث الشكل هو اسود، فده بيسموه اللزوم الخارجي. وقد يكون اللزوم ذهنيا فقط، ذهني فقط يعني ايه؟ يعني الذهن هو الذي ينتقل اليها، زي لما اجي اقول مثلا ايه؟ كلمة الأعمى، لا يمكن تصور الأعمى إلا إذا تصور البصير أو العمى والبصر، العمى والبصر. أنت عشان تتصور البصر والملكة اللي فيها محتاج تتصور العمى اللي هو الملكة والعدم اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي. فتصورك للبصر أو تصورك للعمى يحتاج منك تصورا ذهنيا للمفرد الآخر. فإيه معنى كلمة بصير؟ لازم تكون عارف معنى كلمة أعمى، عشان من فقد الملكة اتوصف بضدها، فده حاجة ذهنية، ارتباط ذهني. طيب يبقى أنا عندي اللزوم إما ذهنيا فقط أو خارجيا فقط أو ذهنيا وخارجيا معا. دلالة الالتزام على أي هذه الأنواع تعمل؟ دلالة الالتزام بتشتغل على اللزوم الذهني، سواء كان لزوما ذهنيا فقط أو لزوما ذهنيا وخارجيا أيضا، ولا عمل لها في اللزوم الخارجي فقط. يعني لو كان الارتباط بين المعنى بين اللفظ والمعنى من باب الارتباط الخارجي فلا يدخل معنى في دلالة الالتزام. دلالة الالتزام عملها قائم في الارتباط الذهني، ان العقل هو الذي ينقل اللفظ من معنى الى معنى، من معنى كلمة عمارة الى المهندس الذي قام بالانشاء، من معنى كلمة انسان الى كونه ان قابل ان يكون كاتبا. هذا الارتباط الذهني سواء كان ذهنيا فقط او ذهنيا وخارجيا هو الذي يسمى بدلالة الالتزام. ولذلك اعطاني مثال ابني لدلالة الالتزام، مثال للزوم الذهني والخارجي معا. قال: وعلى قابل العلم في السادس، السادس اللي هو دلالة الالتزام، قابل العلم أي تعريف الإنسان بأنه قابل للعلم أو قابل أن يكون كاتبا. طيب قال: اللازم خارجا أيضا، أيضا يعني هو كان لازما ذهنا وهو أيضا لازم خارجيا. فتعريف الإنسان بأنه قابل للعلم فيه لزومان، لزوم ذهني، انتقال ذهني، وانتقال خارجي، فيصح ان يكون دلاله التزام. قال في المثال الثاني: وكدلاله العمى اي عدم البصر، عمى من شانه البصر على البصر، اللازم للعمى ذهنا، المنافي له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الاخر. ما من شانه ان يكون مبصرا؟ اللي هو الكائن الحي، اللي هو زي الانسان زي الحيوان اللي هو الدابه، يعني ده من شانه ان يكون مبصرا. فلما اجي اصفه بالعمى، العمى والبصر لا يجتمعان في شيء واحد، يعني لا توجد عين واحده هي مبصره وهي عمياء، هي مبصره وعمياء، احدهما وجود الاخر ينفي وجود احدهما، ينفي الاخر. ما من شانه ان يكون مبصرا، لا يجتمع فيه الامران، اذا وجد احدهما ارتفع الاخر، تمام؟ فبيقول ايه؟ دلاله العمى، العمى معناه عدم البصر، على وجود بصر او على تصور البصر، ده تصور ذهني، حاجه ذهنيه، دي حاجه ايه؟ ذهنيه، يعني انتقال في الذهن،
الذهن يعرف يعني ايه بصر ويعرف يعني ايه عمى. اذا وصفت الانسان بانه اعمى معناه انه غير يبقى عدم البصر في ذهن خلاص انتقل. بس هذا في من شأنه ان يكون مبصرا. طيب يقول الشيخ رحمه الله الى هنا الحته دي عرف دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام واعطاني امثلة على كل منهم. وبعدين تعرض لجزئية وهي دلالة العام على افراده. اللفظ العام يقول لك لفظ يستغرق جميع افراده بوضع واحد. يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. ولما يقول مولانا سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فكلمة الناس تشمل جميع الناس بوضع واحد بإطلاق واحد وليس بأوضاع متعددة. ده اللفظ العام. طيب يقول لي طب إذا ما جاء لفظ عام وله أفراد فهل يدل على أفراده بطريق المطابقة بداخل في أقسام هذه الدلالات ولا هو حاجة أخرى خارجة عن الدلالات؟ هي ملهاش علاقة بالتشروط. بس دي مسألة ذكر الشيخ أوسط كمثال ذكره الشيخ فقال رحمه الله ودلالة العام على بعض أفراده ولا على جميع أفراده. دلالة العام على جميع الأفراد دلالة مطابقة. طيب قال ودلالة العام على بعض أفراده كقوله كقولنا مثلا جاء وكقوله جاء عبيدي مطابقة. هو بيقول ده يدخل ضمن تحت تعريفنا لدلالة ايه؟ لما اقول جاء عبيدي عبيد جمع معرب بالاضافة عبيدي الجمع المعرب بالاضافة يفيد العموم. فكأنه قال جاء جميع عبيدي جاء كل عبيدي. فإذا ما قال جاء عبيدي بالإضافة إلى المتكلم أفاد العموم فكأنه قال جاء جميع ايه؟ عبيدي. فقلت إذا قلنا هذه الكلمة فهل دلالة العام على بعض أفراده أو على أفراده تدخل معنا تسمى دلالة مطابقة ولا لا؟ هو يرى الشيخ يقول ودلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة. طيب دي دلالة مطابقة ليه؟ قال لأنهم في قوة قضايا بعدد أفراده. لأنه في قوة قضايا كأنه جعل العبيد أفرادا منفصلة. جاء عبدي محمد جاء عبدي إبراهيم جاء عبدي أحمد جاء جعل الجملة أفراد كثيرة جدا وهو منطبق على جميع هذه الأفراد فصار اللفظ منطبقا على تمام معناه فصار داخلا في دلالة المطابقة. يقول الشيخ رحمه الله لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده كما سيأتي ذلك في مبحث العام. مكتوب عندكم العلم؟ لا هي في مبحث إيه؟ العام يعني في مبحث اللفظ العام وصيغه يعني. قال فسقط ما قيل إنها خارجة عن الدلالات الثلاث. يعني هناك رأي آخر يرى أن دلالة العام على أفراده شيء مختلف عن أقسام الدلالات الثلاث دي. يقول وقد أوضحت ذلك في شرح إيسا بوجي. إيسا بوجي ده متن في المنطق. إيسا بوجي اسم للكتاب متن في المنطق ألفه أثير الدين الأبهري واحد من علماء المنطق وده يعني من علماء المسلمين. لما ألف المتن ده هو موضوع في حوالي 10 ورقات كده تقريبا يعني متن ظريف جدا. الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله شرح هذا المتن في كتاب نسماه المطلع شرح إيسا غوجي. إيسا غوجي ده مش مؤلف ده اسم كتاب في المنطق. الشيخ زكريا الأنصاري شرحه فهو بيحلني على الشرح ده بيقول أنا في هذا في هذه النقطة في المنطق في كتاب إيسا غوجي شرحته وعلقت عليه. كتاب الشيخ زكريا الأنصاري اللي هو المطلع في شرح إيسا غوجي ده مطبوع في القرن السادس عشر هنا في مصر في حوالي 28 ورقة. ودي صورة من الورقة يعني شوف 28 ورقة بهذا الشكل. دي صفحة من صفحات الكتاب اللي هو ذكر فيها هذه الجزئية. في هذه الجزئية هو بيقول هنا بعد ما قال نفس الكلام ده إن دلالة العام على أفراده في قوة قضايا متعددة قال ده من باب دلالة الجور الكلي على جزئياته وليس من باب دلالة الكل. يعني هو دخلها في باب دلالة الكل وليس في باب دلالة الكل. لكن مسألة في خلاف
هو يرى الشيخ رحمه الله أن دلالة العام على أفراده من باب دلالة المطابقة كدلالة الكل على جزئيات. طيب، يقول رحمه الله بعد أن انتهى من هذه الجزئية بدأ يعرف كلمة دلالة، فيقول رحمه الله: والدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بآخر. ده معنى كلمة دلالة. يعني دلالة يعني إن أنا إذا أطلقت هذا اللفظ دلني على معنى آخر. اللو كون الشيء أو اللفظ بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. يقول: وخرج بإضافتها لللفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة. يعني عايز يقول لي إن الدلالة عموما بتنقسم إلى قسمين، إما دلالة لفظية وإما دلالة فعلية. دلالة لفظية يعني معنى تستفيده من اللفظ، وأنا لو نطقت بأي كلمة، أنت عارفين الإنسان في الحر أو في البرد أو إذا تعرض لأي شيء من الملتهب يعمل إيه؟ بيصدر صوت. يعني هات مثلا حوض من الكبريت كده أو نار وقريبه من جسد إنسان، أول ما تلسعه هيعمل إيه؟ إيه الصوت اللي هيصدر منه؟ هيصدر صوت. الصوت ده لفظ أيا كان. لو قال مثلا كلمة كلمة ألف ها لفظ، تلفظ به الإنسان، على ما يدل لفظ يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هو توجعه وتألمه مما أصاب. أنا انتقل إلي معنى أن هذا الرجل يتألم ويتوجع من لفظ صدر عنه، فلازم من العلم بهذا اللفظ العلم بشيء آخر. ده معنى كلمة إيه؟ دلالة. هذه الدلالة قد تكون من باب اللفظ يعني أفهمها من الألفاظ، وقد تكون من باب الفعل. يعني بقى هو فعل فعلا، خط خطا، أشار إشارة، فيفهم منها. زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول: أنا وكافر يتيم في الجنة متجاورين متصاحبين متلازمين جلساء، ماذا قال؟ لم يقل، إنما فعل إيه؟ الإشارة دي فهمنا منها إيه؟ هو فعل فعلا، فعل فعلا، فلازم من العلم بهذا الفعل علمنا بمعنى آخر دل الفعل عليه، وهو قوة الارتباط والالتصاق والمجاورة. نعم، متجاوران كده، هي كده ولا كده؟ أشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. ده وصف الراوي علشان مفيش حد يتوهم إنها كده ولا إنها كده ولا إنها كده. أشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. فيلزم، شوف، هي إشارة، إشارة دلالة فعلية، دلالة يعني معنى، فعلية مستفادة من الفعل. هذا الفعل على ما يدل؟ على أنهما قريبين من بعضهما. ما المسافة بين الإصبعين؟ حتى لا تذكر. يبقى اسمها دلالة إيه؟ فعلية. يبقى الدلالة إما لفظية يعني معنى مستفادة من اللفظ، وإما فعلية يعني معنى مستفادة من الفعل. يقول: وخرج بإضافتها لللفظ الدلالة الفعلية كدلالة الخط والإشارة. قال: وبزيادتي الوضعية. هي كلمة وبزيادتي يعني أنا زدت في تعريف الكلمة الدلالة اللفظية الوضعية. أين هذه الزيادة؟ أين هذه الكلمة؟ يعني أنا عمال أبص في الصفحة اللي قصادي مش واجد تعريف للدلالة فيها هذا اللفظ. يعني هل أحد فيكم يشوف كده ويقول لي يمكن أنا مش واخد بالي؟ تعريف الدلالة بأنها دلالة اللفظ الوضعية، عشان يبقى عندنا كلمة دلالة وكلمة إضافتها لللفظ وكلمة وضعية. هل يشير إلى شيء سابق؟ ولا كان تعريف حاضر في ذهن الشيخ انا مش واضح قدامي؟ لان انا ما عنديش تعريف للدلاله قدامي للشيخ يقول في هذا الكلام. يعني حتى انا حاولت ابحث عنها ما هديت اليها بعد. يقول الشيخ: وبزيادته الوضعيه يعني دلاله اللفظ الوضعيه. الوضعيه يعني ما اتفق العرب على وضعها للمعنى. العرب جعلوا الفاظ لمعاني، وضعوها، وضعوا هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، ده وضع لغوي. يقول: وبزيادته الوضعية يخرج إيه؟
خرج دلالة اللفظ العقلية غير الالتزامية كدلالته على حياة لفظه، دلالة عقلية غير التزامية. يقول والطبيعية كدلالة الأنين على الوجع. يبقى عندي كم نوع دلوقتي؟ عندي دلالة وضعية لفظ، إما أن يكون دلالات وضعية يعني الألفاظ وضعها العرب لمعاني، وإما أن تكون دلالة عقلية لفظ يدل على معنى ولكن العقل هو الذي استنبطه، وإما أن يكون دلالة طبيعية لفظ يدل على معنى من باب أن الطبيعة بتحكم بكده. زي إيه؟ دلالة اللفظ الوضعية زي دلالة الأسد على الحيوان المفترس. العرب وضعوا كلمة أسد لتدل على الحيوان المفترس. يقول دلالة اللفظ العقلية غير الالتزامية كدلالته على حياة لفظ. معنى أن إنسان متكلم، تعرفين لما تروح تزور أي إنسان مريض أو وتلاقيه بيتكلم يقول لك الشيخ أخبار، تقول له طيب الحمد لله حي حي، تعرف منين هو حي؟ كيف عرفت أنه حي؟ انه بيتكلم، انه بيتكلم. فانت عقلا كده ما دام يتكلم يبقى هناك حياه، دلاله اللفظ على حياه لفظه. واضح المعنى؟ ده العقل هو اللي فهمها كده. العقل ربط بين الالفاظ، ما دام هناك الفاظ تخرج يبقى هناك حياه في هذا الذي يتلفظ. والدلاله الطبيعيه اللي هي بحكم الطبيعه بيقول كدلاله الانين على الوجع. لو انت دخلت كده وشفت عمال يقول لك يتأوه الأنين ده معناه انه هو مرتاح الحمد لله وزي الفل، كل الشيء والله تعبان. طب عرفت كيف عرفت انه تعبان؟ اصله بيتوجع. انت رأيت حالة سمعت تأوهات فعلمت ان به ألما ووجعا، دي حالة طبيعية، وإلا فالسليم الصحيح لا يفعل هذه الأفعال. هو الشيخ بيقول ان الدلاله اذن هي دلاله كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بمعنى اخر، والمقصود عندنا هنا دلاله الالفاظ وليست الافعال، والالفاظ الوضعيه وليست دلاله الفاظ وضعيه يعني وضعها العرب لمعاني. الدلالات اللي خدناها معانا داخله هي معانا مطابقه او مطابقه او تضمنا او التزام. نعم. وقد يقصد بالوضعية مولانا هرموني الكلام في أول ما عرف المنطوق، قال المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فلعله هو استنبط من دي ان هي الوضعية، وفعلا ما تجيش الوضعية المقصود بالكلام ما ينفعش غير على الوضعية تعرفنا. هل؟ فيمكن قصده مش لازم اللفظ. هو بيقول ايه؟ وبزيادتي الوضعية. وقف الشيخ في كتابه لما يقول وبزيادتي يعني انه زادها على كلامي بالسكي ولم تسبق لنا. فنقطة ما تكون ده عن حاجة ذهنية كانت في ذهنه فأشار إليها ولا سبقت وإحنا ما انتبهناش ليها. فأنا يعني استصبتكم كده، جايز ربنا يكرم حد فيكم ويحاول يوصل ليها يعني. أصبح عندنا كم دلالة دلوقتي سابقة؟ دلالة تضمن، دلالة طبقة، دلالة التزام. دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام دول من باب أنواع بقى. قال والأوليان أي دلالة المطابقة والتضمن. المطابقة أن يدل اللفظ على تمام المعنى، التضمن أن يدل اللفظ على جزء المعنى. يقول والأوليان أي دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان من باب الدلالة إيه؟ اللفظية. لماذا؟ قال لأنهما عندكم إيه؟ لا هي بمحض التاء دي خطأ مطبعي، شيل التاء حرف التاء ده خليه باء بمحض اللفظ. لأنهما بمحض اللفظ، وهو الشيخ صح الكلام ده مكتوب في الحاشية، يعني لما تبقى حاشية الشيخ اللي هو ناقل عنها وبيرجعني ليها هي مكتوبة صحيحة فيه، وهنا خطأ مطبعي بس. يعني يقصد بمحض اللفظ يعني هي تفهم من اللفظ من غير توقف على انتقال من معنى إلى معنى، بمجرد ذكر اللفظ تذهب إلى المعنى على طول. العمارة ذهبت إلى النداء، أذكر في العمارة ذهب إلى الشقة، فبمجرد ذكر اللفظ وضح المعنى، لم ينتقل من ذهن إلى ذهن أو من معنى إلى معنى.
لم ينتقل، لم يحصل لهم ادخال، وانما بمحض اللفظ بمجرد التلفظ فهمنا هذا المعنى. يقول الشيخ: والأوليان أي دلالتان المطابقة والتضمن لفظيتان لأنهما بمحض اللفظ ولا تغاير بينهما بالذات، يعني من حيث الذات هي دلالة لفظية. ما التغاير في إيه الفرق بينهم بقى؟ لو هما لفظيتان إيه الفرق؟ قال: ولا تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار، إذ الفهم فيهما واحد، يعني الذهن بينصرف من اللفظ إلى المعنى مباشرة. إن اعتبر بالنسبة إلى مجموع جزئي مركب سميت الدلالة مطابقة، أو إلى كل جزء من الجزئين سميت تضمنا. لو بصيت لتعريف الإنسان على إنه حيوان ناطق، حيوان ناطق ده لفظ مركب، مركب من جزئين حيوان وناطق، فلو بصيت لمجموع اللفظ المركب مع بعضه كده بيبقى دي اسمها دلالة إيه؟ مطابقة. لو بصيت لأحد الجزئين قلت الإنسان هو الحيوان أو هو الناطق، يبقى أنت كده اتكلمت عن دلالة إيه؟ التضمن. فأنت الفرق بينهم أن أحدهما يدخل في باب التفصيل بين الأجزاء، والآخر يدخل في باب الإجمال بين الأجزاء. فدلالة المطابقة إجمال في الأجزاء، دلالة التضمن تفصيل في الأجزاء، هذا الفرق بينهم. لكن الاثنين من اللفظ، لا فرق بينهما من حيث الذات. يقول الشيخ رحمه الله: والأخيرة أي دلالة الالتزام، عندنا دلالات ثلاثة. قال: والأخيرة أي دلالة الالتزام عقلية لتوقفها على انتقال الذهن من المعنى إلى لازمه، إلى لازم المعنى. ليه متوقفة؟ لأن الذهن إيه علاقة بين كل الإنسان؟ لما يعرف الإنسان أقول إيه؟ الإنسان هو قابل للعلم. الإنسان ده كائن حي من صفات إنه مفكر، ناطق مفكر، يعني إيه الارتباط بين ده وبين إنه قابل أن يكون متعلما، قابل أن يكون كاتبا؟ ده عملية ذهنية، فينتقل فيها الذهن من معنى إلى معنى إيه؟ آخر، يربط بين المعنى ده والمعنى ده عشان يديك التعريف الإنسان. هذا الانتقال ده عملية عقلية. فدلالة الالتزام مش جاية من باب الألفاظ، ده جاية من باب إيه؟ من باب الانتقال من طريق العقل. فلذلك هذا الفريق من العلماء اللي الشيخ بيمثله عدها من باب الدلالات العقلية وليست من باب الدلالات اللفظية. يقول الشيخ رحمه الله: والأخيرة أي دلالة الالتزام عقلية لتوقفها على انتقال الذهن من المعنى إلى لازمه. قال: وفارقت التضمنية بما مر. فارقت التضمنية يعني فارقت دلالة التضمن بما مر. إيه اللي مر؟ أول حاجة إن في دلالة التضمن والمطابقة هما نوع من أنواع الدلالات المستفادة من اللفظ. الدلالة الزمية لا تستفاد من اللفظ، وإنما انتقال من معنى إلى إيه؟ إلى معنى. طيب بس هنا انتقال من معنى إلى معنى كأن في جزئين، ودلالة التضمن فيها جزئين، طب يبقى إيه الفرق؟ إن دي من اللفظ مباشرة وهذه عملية إيه؟ عقلية. قال: وبأن، يعني في فرق آخر، وبأن المدلول في التضمنية داخل فيما وضع له اللفظ بخلافه في الالتزامية. وبأن المدلول في التضمنية داخل فيما وضع له اللفظ. الإنسان وضع عند المناطق بكلمة حيوان ناطق، اللفظ معنى كده كلمة إنسان موضوع للحيوان الناطق. فلو عرفته بأنه حيوان فقط أو بأنه ناطق فقط، فما عرف بالمدلول ده المعنى ده داخل في حقيقة ما وضع له اللفظ. لكن هل كفرية الإنسان للعلم داخلة فيما وضع لفظ الإنسان له فيه؟ الإنسان لفظ عند المناطق بما يعرف الحيوان الناطق، فوضع المناطق هذا اللفظ لهذا المعنى. بس هذا المعنى مركب من جزئين، من حيوان ومن، فإن عرفت الإنسان بالمركب كله صار مطابقة، إن عرفت الإنسان بأحد أفراد المركب صار تضمنا، وهو في كل الاثنين معرف بما وضع له اللفظ، بأحد أجزاء ما وضع له اللفظ، ما فيش مشكلة.
طب لو عرفته بأنه قابل العلم، قابل العلم ليس أحد الأفراد التي وضع لها إيه اللفظ، وهذا هو الفارق بين التضمن وبين الالتزام. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من المحققين، وجرى عليه شيخنا الكمال بن الهمام. الآمدي شافعي، وابن الحاجب مالكي، وابن الهمام حنفي، والشيخ بتاعنا زكي الأنصاري شافعي. هذا الفريق من العلماء بيرى أن دلالة التضمن والمطابقة دلالة لفظية، بينما الالتزام دلالة عقلية. ده فريق. أقول الفريق الآخر، يقول الشيخ: والأصل تبع صاحب المحصول وغيره في أن المطابقة لفظية والأخريان عقليتان. والأصل اللي هو ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، تابع صاحب المحصول اللي هو الإمام فخر الدين الرازي وغيره اللي هم مدرسة الرازي. يبقى الإمام ابن السبكي وصاحب المحصول وغيرهما ذهب إلى أن المطابقة دلالة المطابقة دلالة لفظية، بينما التضمن والالتزام دلالات أي عقلية، والأخريان عقليتان. يقول الشيخ: وتبعتهم، يعني أنا مشيت معاهم في هذا الرأي في شرح عيسى غوجي. وما هنا أقعد، وما هنا إيه أقعد، كأن الشيخ ينبهني قال ما فيش حد يعترض عليا ويقول لي أنت في كتابك المطلع اللي شرحت فيه عيسى غوجي قلت إن دلالة المطابقة دلالة لفظية، والتضمن دلالة التضمن، ودلالة الالتزام دلالة عقلية، ليه هنا خالف؟ قال يا جماعة أنا هنا الكتاب اللي فات ده، كان قبل ما اكتب الكتاب ده، كنت يرجع عندي رأي الإمام الرازي ورأي ابن السبكي، فتبعتهم على ذلك. في شرح عيسى غوجي تبعتهم، يعني صرت خلفهم في اعتبار المطابقة لفظية والتضمن والالتزام عقلي. لكن لما جيت اشرح هنا، لا، وجدت إن عد المطابقة والتضمن لفظيتان والالتزام عقلية لأن عمليات انتقال ذهني، لا، أقرب إلى التقعيد، يعني أقعد، يعني إيه؟ أقوى من حيث التقعيد. فهذا هو السبب الذي من أجله رجع الشيخ عما ذكر. فلو أن إنسان عنده الكتابين قصاد بعض، عنده المطلع شرح عيسى غوجي وعنده غاية الوصول شرح رب الأصول، ووجد الشيخ الأنصاري في الاثنين الكلام مختلف، يبقى أيهما حجة على الشيخ؟ المتأخر حجة، والمتأخر هو غاية الوصول لأنه أشار إلى ذلك. فما أقدرش أنسب للشيخ زكريا أنه جعل التضمن دلالة عقلية، لا، هو رجع عن ذلك في كتاب غاية الوصول واعتبرها دلالة إيه؟ لفظية. هو علّم، قال: وما هنا أقعد، يعني أقرب صحة إلى التقعيد، يعني هذا مرجح له في عدوله عن رأيه. طيب، لحد دلوقتي عندنا مذهبين. قال: وأكثر المناطق على أن الثلاث لفظيات. أكثر المناطق على أن الثلاث لفظيات، يعني إيه؟ إن الثلاث أي دلالات الثلاث، دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة الالتزام. أكثر المناطق، لأنه كان بيشرح المنطق، على أنها من باب دلالة اللفظ. طب ازاي بقى؟ امال ايه بقى الدلاله الالتزاميه في انتقال ذهني؟ قال: ايوه، المناطق عندهم دلاله لفظيه واسعه شويه، فاما ان تكون دلاله من اللفظ بلا واسطه، ودي بتشمل امرين المطابقه والتضمن، واما ان تكون من اللفظ ولكن بواسطه، وهذه هي دلاله الالتزام. انا من اين اتيت بقابل العلم؟ من كلمه انسان. قابل العلم، تعريف الانسان بانه قابل العلم. من أين جئت بها؟ من تصوري للإنسان وإمكانية أن يكون قابلا للعلم أو للكتابة، بس من خلال انتقال الذهن من معنى إلى معنى، بواسطة هذا الانتقال عرفته. يبقى عنده الدلالات، إما أن تعرف من اللفظ مباشرة أو تعرف من اللفظ من خلال واسطة، فهي كلها من اللفظ. يبقى عندي لما أجي أقول لك هل الدلالات دي دلالة لفظية ولا عقلية، فيها ثلاثة مزايا. ما أكثر المناطق أنها دلالة لفظية. ما رجحه الشيخ هنا أن هناك دلالتان لفظيتان وأخرى
عقلية، المطابقة والتضمن لفظيتان، والالتزامية عقلية. والمذهب الثالث أن المطابقة فقط لفظية بينما التضمنية والالتزامية عقلية. طيب ده جزئية مش عارف، أنا لا أظن أن ينبنى عليها كبير خلاف ولا أثر في التبعيد والتفريق، وإنما هي من باب التنظير فقط يعني. هيبدأ الشيخ معايا في مرحلة تانية بقى جميلة خالص، بيقول فيها وهي أي ثم هي أي الأخيرة، ثم هي أي الأخيرة، والمفروض هي بالضمير بعبر أخرى مذكور، هي الدلالات الثلاث اللي بيتكلم عنها، ولا هي آخر دلالة من الدلالات الثلاث؟ قال ثم هي أي الأخيرة. الأخيرة اللي هتبقى إيه؟ دلالة الالتزام. دلالة إيه؟ طيب دلالة الالتزام مالها؟ هيبدأ يقسمها لنفسها، هيبدأ يقسم دلالة إيه؟ الالتزام. قال إن توقف صدق المنطوق أو صحته عقلا أو شرعا على إضمار أي تقدير ما فيما دل عليه فدلالة اختبار، أي فدلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء في الأحوال الثلاثة. يعني ايه الكلام ده؟ في عندي بيقول ان دلالة الالتزام تنقسم الى ثلاثة اقسام. الالتزام نفسه، الالتزام معناه ايه؟ انتقال الذهن من حاجة الى حاجة، انتقال الذهن من معنى الى ايه؟ الى معنى. ده تحته ثلاثة اقسام، حاجة اسمها دلالة اختبار، حاجة اسمها دلالة إشارة، حاجة اسمها دلالة إيمان. يعني إيه دلالة اختبار؟ دلالة اختبار معناه أن يتوقف اعتبار الكلام صدقا، أو اعتباره صحيحا شرعا، أو اعتباره صحيحا عقلا، على معنى، على لفظ يجب مضمر مقصود في الكلام. اللفظ ده مش موجود لان انت بتقدره، يعني هيتوقف الصدق والصحة بخصميها شرعا وعقلا على ايه؟ على تقدير لفظ هو غير مذكور انت هتقدره، يبقى لفظ مضمن، هذا اللفظ مقصود ومعناه مطلوب شرعا، وانت بتحطه علشان الكلام يبقى صحيح، علشان الكلام يبقى صادق، علشان الكلام يبقى معتبر شرعا. فدلالة الاقتضاء معناه توقف صدق الكلام او صحته شرعا او عقلا على تقدير لفظ مضمر يؤدي الى هذه الامور الثلاثة، يؤدي الى هذه الامور الثلاثة. وبعدين هيديني امثلة توضيحية للثلاثة. يقول فالأول، أنا عندي ثلاث إيه؟ جزئيات، صدق الكلام، صحة الكلام شرعا، صحته إيه؟ عقلا. يقول فالأول أي صدق الكلام كما في حديث الآتي، كما في الحديث الآتي في مبحث المجمل رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الحديث مر بروايات مختلفة إن الله تجاوز عن أمتي رفع، بس الرواية المشهورة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإحنا بنقول إيه؟ لا، ده يقصد نقدر رفع حكم الخطأ والنسيان، أو رفعت المؤاخذة على الخطأ والنسيان. أنت قدرت إيه؟ كلمة حكم أو كلمة مؤاخذة. ليه قدرتها؟ حتى يصح هذا، حتى يكون هذا الكلام صدقا ولا يتهم رسول الله بالكذب. ازاي يتهم بالكذب؟ قال لي ان الخطا والنسيان من الامور اللي واقعه في دنيا الناس، والواقع لا يرفع، الواقع لا يرفع، وانما الذي يرفع اثره. يعني الان كم واحد نسي اشياء؟ في حد ما بينساش؟ في صلاتك كم نسيت في الصلاه؟ كم نسيت إحضار الأشياء؟ كم نسيت بالاختبار؟ كم نسيت؟ نسيان واقع في دنيا الناس. طب والأخطاء؟ وقع في دنيا الناس، أخطأ فكسر هذا الإناء، أخطأ فكسر هذا الجهاز، أخطأ فكسر زجاج السيارة، أخطاء كثيرة جدا.
الاخطاء دي احيانا النسيان غالبا يتعلق بالشخص والاخطاء تتعلق بالغير. طيب النسيان من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا. طب النسيان ده عامل ايه؟ النسيان واقع اهو، النسيان واقع، فما وقع لا يرتفع. يقول رفع عن امه الخطا، معناه ان الامه لا تخطئ. رفع عن امه الخطا معنى انها لا تخطئ، الواقع يكذب هذا الكلام. رفع عن امه النسيان معنى ان الامه لا تنسى، الواقع يكذب هذا الكلام. لو انك حملت الرفع على معناه الحقيقي ان هذا الامر غير واقع، يقول لك انا الرسول بتاعكم ينسى، ما فيش حد بيغلط فيكم، كل بني ادم خطاء واحنا بنخطئ. او مش حد بينسى في الامه، كثير من الناس بينسوا. يبقى حتى يكون هذا الكلام صدقا ولا يكذب الله ورسوله، نحتاج الى تقدير كلمه يصح بها فهم الكلام ويكون صحيحا صادقا فيه صلى الله عليه وسلم. فيقول ايه؟ قال فالاول كما في الحديث الاتي في مبحث المجمل رفع عن امه الخطا والنسيان، اي التقدير للكلمه ايه؟ اي المؤاخذه بهما، رفعت المؤاخذة في الخطأ.